معارك جبهة حمير بمديرية مقبنة تكاد لا تنتهي حتى تبدأ، وميليشيات الحوثي تحشد إليها أكثر من أي جبهة أخرى نظرا لأهميتها الاستراتيجية، ولكنها تحشد وتقدم أفرادها قرابين لأهداف لا تتحقق. فرجال الجيش الوطني لهم بالمرصاد. لقد تم السيطرة على منطقة الشاهد ومنطقة الزوم وقبل عودين، تم بحمد الله الاقتحام هذا بعون الله وبعون الرجال الصامدين والثابتين في الجبهة. نشكر قيادتنا على دعوماتهم الذي دعموا بها جبهة قهبان، والنصر بإذن الله آتي لا محال. نحن الآن في موقع جبل الشيخ سعيد المطل على جميع مناطق وجبهات مقبنة حمير. جبال ومواقع وقرى متناثرة على امتداد منطقة حمير تحاول الميليشيات الاستيلاء عليها، ولكن هجوم الجيش الوطني المضاد استولى واسترقى عدة مواقع وقرى باتجاه منطقة البرح الطريق الواصل بين تعز والمخاء. نحن بالأمس وقعت معنا معارك عنيفة في منطقة قهبان في هذه المناطق، منطقة الزومة ومنطقة الشاهدة وعودينا والقشعة ورحنا، والآن نحن إن شاء الله مسيطرين على هذه الأماكن بإذن الله. استمرت معركة الكرامة في هذه المنطقة في قهبان حتى الآن 48 ساعة أو 72 ساعة حتى هذه اللحظة من تسجيل هذا الموقف. قدم خلالها الأبطال الجيش الوطني في جبهة مقبنة اللواء 17 نموذج رائع في الصمود والتضحية والبذل. خلال هذه المعركة خلال 3 أيام الماضية قدم الجيش 3 شهداء و4 جرحى، وقد خسر العدو في هذه المعركة خسائر فادحة أغلبها قياداته الميدانية على رأسهم القائد الميداني لجبهة الكدحة علي طربوش، وكذلك القائد الميداني لجبهة الطوير وقهبان عبد الله الزنبيل الذي أصيب إصابة بالغة، وعشرات القتلى وعشرات الجرحى. تخوض الميليشيات في جبهة مقبنة معارك خاسرة منذ أكثر من سنتين، ولا يهمها كثرة الضحايا، فهم لا يبالون بأفرادهم ولا يحسبون حسابا لأرواحهم ودمائهم. فكما يقول المثل اليمني الشهير: الحجر من الأرض والدم من رأس القبيلة.